التفاوض لانتقالك لنادي من الانديه الاوروبيه، وحسب تاكيداتك كابتن عبد الجليل كان عندك عرض من نادي في الدوري البرتغالي. خلينا نعرف اجابات الاسئله دي، ولكن بعد ما نستمع الى مشاركه زميلنا ومراسل قناه الاهلي من داخل النادي الاهلي في الجزيره، زميلنا العزيز كريم احمد، يطلعنا على المستجدات في الانشطه الجاري العمل عليها داخل النادي، كل ما يتعلق باجتماع مجلس الاداره وايضا تكريم اللجنه المركزيه للائحه النظام الاساسي واستعدادات فريقنا لمباراه العوده امام حوريه كوناكري الغيني. مساء الخير يا كريم، تفضل. برحب بيك في البدايه استاذ محمد الجندي، برحب بيك وبرحب بكابتننا طبعا كابتن عبد الجليل وكل مشاهدي ونجوم النادي الاهلي كلهم. تفضل، احنا سامعينك، بشكرك وسامعينك، وقول لنا طبعا اخر المستجدات من خلال متابعتك من موقع الحدث داخل النادي الاهلي في الجزيره. هبدا معاك في البدايه بتدريب فريق النادي الاهلي. النادي الاهلي طبعا كان يوم السبت ويوم الاحد راحه بعد الرحله للشفا والعوده من غينيا. كانت الامور يمكن صعبه هناك، الطائره الخاصه اللي تم توفيرها يمكن سهلت كتير جدا على لعيبه النادي الاهلي، لكن برضه رحله مرهقه كبيره جدا وعدد ساعات كان كتير جدا على لعيبه النادي الاهلي. فكان قرار من مستر فتره الكابتن محمد يوسف 48 ساعه راح لعيبه النادي الاهلي على نستانيكو النهارده اولى التدريبات استعدادا ان شاء الله لمباراه حوريه كوناكري الغيني. ان شاء الله تكون مباراه من نصيب النادي الاهلي. النهارده كان التدريب في الساعة الخامسة مساء، بدأ التدريب بمحاضرة فنية لمستر فتره داخل الملعب، كان فيها أمور كثيرة جدا اتكلم فيها على أهمية هذه المباراة. في محاضرات كثيرة فردية مع اللعيبة بيقوم بيها مستر فتره، الكابتن محمد يوسف كمان كلمهم على مساندة الجمهور اللي إن شاء الله متوقع أن يكون عدد كبير متواجد من جمهور النادي الأهلي للمساندة. البطولة الأفريقية فنيا لابد يكون في تركيز، لكن كمان لابد يكون في مساندة جماهيرية من جمهور النادي الأهلي. جمهور النادي الأهلي هو اللاعب رقم واحد زي ما احنا عارفين، فأكيد بنتمنى إن شاء الله يكون كل جمهور النادي الأهلي متواجد في استاد السلام لاستقبال المباراة. عايز أطمنك على المصابين. ده سؤالنا التالي، ده مهم جدا اللي هتتكلم عنه دلوقتي، إنه في تصريحات للجهاز الفني. كابتن محمد يوسف المدرب العام والقائم بأعمال مدير الكرة قال إنه وارد إن سعد سمير يلحق المباراة، وعندنا حجم غيابات. الجمهور عايز يطمن منك على فريقنا ومدى جاهزية العناصر المؤثرة في الفريق وحجم الغيابات كمان في المباراة دي. هبدا معاك بالعناصر اللي جاهزه استاذ محمد الجندي. يمكن وليد سليمان كان في شكوك حول لقاء لحاقه بمباراه العوده، خرج طبعا وليد زي ما احنا شفنا في المباراه الاولى، لكن من تاكيدنا من الجهاز الطبي للنادي الاهلي بقياده الطبيب خالد محمود، وليد سليمان جاهز وشارك النهارده في المران ان شاء الله يكون موفق في المباراه. ايده جابر النهارده بيشارك في المران الجماعي وبيعلن كمان جاهزيته باذن الله في مباراه حوريه كوناكري. غاب ميدو جابر عن المباراه الماضيه. محمد نجيب للاسف طبعا بنتمنى له كل التوفيق خلال الفتره اللي جايه، قطع في الغضروف ده يمكن هياخد وقت شويه محمد نجيب 6 اسابيع، لكن ان شاء الله الاهلي بما حضر كل اللعيبه ان شاء الله تكون على قدر المسؤوليه باذن الله اللي هتشارك في المباراه. سعد سمير يمكن نقدر نقول بلغه الكوره شدت الخلفيه صعب اللي حاصه بالمباراه، لكن سعد سمير في محاولات مستميته من النادي الاهلي ان هو يجهز حتى ان يكون حتى في قائمه النادي الاهلي، لان انت عندنا عدد كبير جدا من الاصابات، عدد كثير بيضرب خط الظهر. سعد سمير النهارده ما شاركش، شارك في الجيم بعض التدريبات التاهيليه الخفيفه، لكن يمكن سالنا طبيب النادي الاهلي خالد محمود قال لا سعد يمكن احنا بنحاول ان احنا نجهزه، لكن يعني صعب اللي حاصل ان هو يلحق هذه المباراه. عنده شد، هو ما عندوش الم، هو عنده شد في العضله الخلفيه، واكيد طبعا بتاخد وقت شويه بالنسبه للتلاحم الكبير بالنسبه للتدريبات والمباريات، لكن اكيد بنتمنى ان شاء الله ان يكون سعد من اللعيبه والرجاله. سعد يحاول ان هو طيب يعني عذر معذره لضيق الوقت، وعايزين نعرف منك اكتر من معلومه مهمه يا كريم. لو قلت لنا سريعا جدا الاسماء اللي حتى الان مؤكد غيابها عن المباراه القادمه، قول لنا الاسماء بس سريعا الاول. محمد نجيب، عمرو السوليه، سعد سمير. طيب يعني دول اللي انا اقدر اقول المؤكد حتى الان غيابهم عن اللقاء القادم. دول الثلاث لاعبين اللي اقدر اقول لك ان هم هيغيبوا عن التدريب غدا ان شاء الله يكون التدريب في الساعه 9 صباحا. اروح معاك للجنه المركزيه والتكريم اللي كان مميز جدا الكابتن محمود الخطيب النهارده، كان ليه كلمات رائعه لكل من شارك في لائحه النادي الاهلي. النهارده كان حاضر كل المستشارين القانونيين، كل الرموز النهارده كانت لفه رائعه، 60 دروع من مجلس اداره النادي الاهلي، المستشار محمود فهمي، المستشار مجدي العجاتي، كل رموز القانونيين اللي كانوا موجودين في اللائحه النهارده، كان تكريم رائع. ويبقى ان شاء الله دور عضو الجمعيه العموميه باذن الله ان شاء الله يكونوا متواجدين بكثافه، العدد ان شاء الله يفوق ال 20 و25 كعهدنا، 25,000 طبعا كعهدنا باعضاء الجمعيه العموميه. لسه من لحظات منتهي الاجتماع ومنتهي التكريم، بدا على طول مباشره اجتماع خاص بمجلس اداره النادي الاهلي انطلق فيه الساعه 7، لكن الاجتماع هيبقى ممتد طبعا كعاده اجتماعات في مجلس الاداره هنا. لكن بقول لك هنا يمكن الامور ماشيه بشكل مطمئن جدا، لائحه النادي الاهلي ان شاء الله بعد المجهود الكبير اللي بذل خلال الفتره الماضيه ان شاء الله تكون لائحه قليل باسم النادي الاهلي باذن الله. محمد الجندي ان شاء الله يبقى دور العضو الجمعيه العموميه باذن الله. ان شاء الله بضم صوتي لصوتك. زميلنا العزيز كريم احمد من داخل مقر النادي الاهلي في الجزيره، شكرا جزيلا لك للمعلومات اللي تابعنا من خلالها اخر المستجدات داخل النادي الاهلي من خلال مشاركتك معنا. اشكرك جدا يا كريم، واعود الى ضيفي الكابتن محمد عبد